اسمك؟ طه عبد الرحمن. سيارة. شو اللي شفته؟ لما بدي يقص السيارة جابوا أول إطفائية. وقفت الموتور فيها، اشتغل ووقف، تاني نعاود وصله، اتصلوا كمان إطفائية، اجت ومعها الموتور تنو قصوا السيارة. وكان المصاب بعده بالسيارة؟ بعده بالسيارة. وكان يعاني ونصيب ونزيف؟ كان يعاني ونصير، أي نعم، رجله كانت علقانة جوا من البريكات. وقد ايش استنوا حوالي كم دقيقة؟ للأمانة ما انتبهتش للسيارة، للأمانة يعني أكلت وقت على ما اجت السيارة الثانية. شو كان ملان الناس.